للنادي الاهلي والمأمول من جمهور النادي الاهلي يا دكتور احمد الفوز والانتصار. انت عارف جماهير النادي الاهلي ما طبعا بتستحملش رغم انك خسرت بالضربات الترجيح السوبر الافريقي، لكن الدنيا قايمه وما قعدتش لحد هذه اللحظه. بكره كيف يفكر مارسيل كولر في مباراه صعبه امام سيراميكا؟ وباكد مره اخرى انها مباراة صعبة، وان سيراميكا من الفرق المحترمة ولازم نحترم المنافس جدا. زي ما قلت لكم في نفس البطولة دي جبنا هدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. طبعا مباراة صعبة لان المباريات دي كمان نوك اوت، يعني لازم تكسب في اثناء المباراة. فرقة سيراميكا فرقة بتلعب كرة حلوة، والتعادل بتوصل ركلات ترجيح على طول. بس احنا عندنا ميزة ان احنا اجهز منهم. اجهز ليه؟ انت لعبت ماتشين مع جول ماهيا الكيني، هما ما لعبوش ماتشات، ولعبت ولعبت ماتش مع الزمالك ولعبتك بتلعب في المنتخب. نعم، يعني بتلعب اغلب اللعيبه برضو. حتى لو في ثلاثة او أربعة موجودين دلوقتي اللي انت تعتبر اجهز، هم عندهم ميزه تانية. يعني احنا ميزتنا اجهز، بس هم برضو اكتر اول فرقه سافرت الامارات في الفرقه الاربعه. ده صحيح. يعني انا كنت بسال مثلا من اسبوعين او من 10 ايام تقريبا كان هم في الامارات معسكرين، فبس الودي غير الرسمي. عشان كده اخر ربع ساعه في الشوط الثاني ممكن يبقى فيها تفوق للنادي الاهلي. ممكن نبدا ضاغط في اول ربع ساعه، لازم كولر يقسم الماتش بشكل كويس جدا. اخر ربع ساعه وقاعد على اعصابي. لا يا عم، خلصنا بدري بدري، الله يسترك. لسه شايفين جون حلو اهو. الفرحه في الاخر بتبقى حلوه. معلش بس برضه يعني لازم نقسم المباراه بشكل كويس. طبعا اول ربع ساعه تنزل ضاغط، لان انت لو جبت جون بتفك فرقه سيراميكا. المدرب ممكن يبدا بخمسه، وممكن على فكره يلعب 4-3-3. يعني واحد زي عمرو كلاوة ده لعيب كويس جدا، ممكن تلاقيه في وسط الملعب. ممكن تلاقيه في وسط الملعب ويلعب 4-3-3، مش شرط يلعب بخمسه. بس في المباريات اللي زي دي سيراميكا شكله هيبقى مختلف. في ماتشات النوك اوت بيبقى شكله مختلف عن الدوري. اكيد هيدافع بشكل كويس، هيامن زي ما عمل في ماتش السوبر السنه اللي فاتت. دافع واحنا كسبنا في اخر ثانيه. يعني احنا جبنا الجون في اخر ثانيه. فالماتشات دي بتبقى صعبه، مهم ان انت في اول ربع ساعه ان انت تسجل. هو محمد قال لازم الضغط المبكر، وضع الفريق فريق سيراميكا في حاله دفاع بالبلدي كده، ما تديلوش نفس، يعني ما تديلوش فرصه انه يطلع بالكره. وانا متفق معاه، ودي طريقه لعب ايمن رمادي، انه بيقدر يحضر من تحت كويس، وانسى انه لقى المسافه بيقدر يعمل خطوره. انا متفق معاه، بس انا شايف برضو ان الكابتن ايمن الرمادي هيدافع بشكل كويس، بس هو اكيد هيحط ان هو ممكن يضغطنا هجوميا في بعض فترات الماتش. هو عنده كده، عنده الطريقه دي. لما بيجي يلعبنا بتلاقي في بعض الفترات بيقسمها صح. هو عنده مشكله قدامنا دايما في الشوط الثاني. يعني هو عنده مشكله في الشوط الثاني في التغييرات، ان احنا دايما بنتفوق عليه في الشوط الثاني، لكن هو دايما في الشوط الاول بيعمل شوط حلو. تمام. بيضغط بشكل كويس، بيعرف يعمل هجمات مرتده، بيعرف يستغل. طب انا سالتك السؤال المهم، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي شويه، انه ازاي هيبدا كولر التشكيله المتوقعه؟ انا مش مع تغيير طريقه اللعب، يعني انا بحب الثبات. دلوقتي في كلام حلو ان انت قلت لي ده، انه في كلام انه الراجل كلام تردد، يعني ممكن يلعب كله كلام فاضي، يعني نلعب بثلاثه، يستفيد من ياسر واشرف داري ورامي ربيعه وظهرين متقدمين، وبعدين بيلعب بخمسه او بثلاثه خمسه اثنين او ثلاثه اربعه ثلاثه او ثلاثه اربعه ثلاثه مقبوله جدا، لكنه او اربعه ثلاثه ثلاثه. هو بيلعب باربعه ثلاثه ثلاثه، ده الغالب بتاع مارسيل كولر، ان هو يلعب ثلاثه ورا. يعني مثلا يبقى في ثلاثه، يوسف ايمن، اشرف داري، ربيعه مثلا. هو غالبا اشرف داري، ياسر ابراهيم، ورامي ربيعه. ده الغالب. لسه يوسف ايمن يعني حتى هذه اللحظه يعني ما اعتقدش انه داخل في التشكيله الاساسيه يعني. لكنه حته انك تلعب باثنين روس حرب، ما هو 3 5 2 يبقى اثنين روس حربه. فبتلعب بوسام وكهربا. في حد ثاني غير كهربا؟ ممكن بيرسي تاو. بس بيرسي شايف ان طاهر ممكن يكون ليه ادوار هجوميه، ممكن كراس حربه. وانا يعني قرينا المشهد من بعض التدريبات اللي حضراتكم كنتوا بتعرضوها، ان واضح ان طاهر هيكون ورا اضافيه. بس اضافيه بس على فكره لما بيلعب في الحته دي بيبقى كويس قوي. بيرسي تاو في الحته دي اصل هو ما عنديش قناعات انا، لان اصل راس الحربه ده هو واحد هيبقى تارجت، يعني اسامه ابو علي ما واحد تارجت، مش ما هو الاثنين بيبقوا مختلفين يعني. زي عمر مرموش ما بيعملها كده في الدوري الالماني، الجسم نفسه يعني الكرات العاليه اللي جايه، التحامات، الالتحامات يعني طبعا. لكن هو على الطرف ما شاء الله هو مراوغ وبيقدر من الطرف. يعني حضرتك مع تغيير طريقه اللعب ولا لا؟ مش مع التغيير، بس انا مش انه بيرسي تاو يبقى راس حربه، مستحيل. يعني تقول لي كهرباء اقول لك موافق،
ما عنديش مشكله في كهربا. وعلى فكره في مهاجم كويس برضو سمير محمد، بس هتديله في الماتش ده؟ مش هتديله، هو عمل حاجه جميله جدا، راجل طلع الشباب كلهم معاه وده عجبني جدا. ده هداف دوري الجمهوريه مواليد 2003. دايما مارسيل كولر بيعملها كابتن بإمام، كان بيعملها بحمدي فتحي، يعني ان هو يزيد طبعا كمهاجم تاني اثناء سير المباراه، مش ورقه طبعا ان هو يقدر يعتمد عليها في اي وقت من المباراه. وانا مش مع ديت اكتر بصراحه، لان شفنا الادوار اللي بيقوم بها امام يعني وتوظيفه افضل ان هو يلعب الثمانيه الصريحه. امام لو في حالته ده مكسب عظيم يعني للنادي الاهلي، ويعود لفورمته اللي احنا اتعودنا عليها. هقول لحضرتك على طريقه اللعب. هو ممكن كولر في اخر ماتشين او اخر ثلاث ماتشات منذ رحيل محمد عبد المنعم واصابه علي معلول، النادي الاهلي عنده مشكله في بناء الهجمه. باينه جدا في بناء الهجمه، خاصه صحيح. اي فرقه بقت بتضغط على مروان عطيه فبتحس ان انت بتلعب تمريرات طوليه كتير. وده مش لعبنا. لعبنا ان احنا بنستحوذ وبنعمل تمريرات، حتى ماتش الزمالك اول مره يبقى كده، يعني ما نعملش عدد تمريرات كبير. فهو قد يكون بيفكر ان هو يغير طريقه اللعب لثلاثه ورا عشان يحل مشكله بناء الهجمه دي. وارد دي ده ممكن يعني انا بفكر في كده معاه. الحاجه الثانيه برضو ان هو عنده ناحيه اليمين دلوقتي عمر كمال عبد الواحد، قدراته الدفاعيه مش زي هاني. عمر كمال اعلى في الهجوم. فعايز يغطيه بحد وراه، فيديك ثلاثه يلعب بثلاثه ويبقوا اثنين، عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين ويحيى عطيه الله ناحيه الشمال.